من وزارة الصحة لوزارة الداخلية اللي نشرت فيديو عن جهود أجهزة الوزارة في ضبط العديد من القضايا في جرائم الفساد الوظيفي وغسل الأموال. تتواصل ضربات أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. في هذا الإطار نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات وفقا للفحص المستندي بلغ 35 مليون جنيه، حيث يقوم شقيقان بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي بها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة. الإدارة كشفت غموض الاستيلاء على 15 مليون جنيه من المواطنين بالنصب والاحتيال، حيث نجحت في ضبط تشكيل عصابي يتزعمه سيدة وراء تلك الواقعة من خلال زعم امتلاك 300 فدان بالبحيرة خلافا للحقيقة وتحرير عقود بيع وهمية لهم مقابل تلك المبالغ. كما نجحت الإدارة في ضبط كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الرسمية المزورة والمنسوبة لإحدى الجامعات الحكومية بحوزة أحد الأشخاص بالغربية، أنشأ كيانا تعليميا وهميا استخدمه في النصب والاحتيال على الطلبة بزعم منحهم شهادات معتمدة وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك. واستمرارا لضربات الإدارة في تصديها لجرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي، نجحت الإدارة في ضبط 3 موظفين بحي مصر الجديدة استغلوا موقعهم الوظيفي في تعديل العقارات من سكني لتجاري خلافا للحقيقة مقابل الحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية، وهو ما أضر بالمال العام. في السياق ذاته المتعلق بالتصدي لجرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة من ضبط موظف سابق بمجلس مركز ومدينة نجا حمادي بقنا لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي أثناء فترة عمله وإصدار ترخيص بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون وإثباتها أنها داخل الحيز العمراني وتربحه من وراء ذلك. قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة عبر إجراء عمليات سحب وإيداع عليها بمختلف البنوك وشراء أراضي وعقارات وسيارات لإخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بصبغة شرعية.